الآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة رجائي رمزي، إليك رجائي. شكرا محمد، شكرا إيمان. مشاهدينا أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة 2023-2024. وتواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، وشددت الوزارة على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 30% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة ب 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023. شهد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع اتفاقيات وعقود لمشروعات جديدة تقام في منطقة السخنة الصناعية ما بين شركات متنوعة والمطور الصناعي تيدا مصر. وقعت شركة تيدا اتفاقية مع شركة هايدر جروب لتصنيع المواد الحديثة اللازمة للإنتاج. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مؤتمر شركاء مبادرة الحزام والطريق الذي نظمته شركة تيدا مصر بمدينة هانغتشو الصينية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن شركة شيفرون تعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول، وتتوسع حاليا في عملياتها في مجال البحث والاستكشاف في مناطق امتيازها بمصر ومنطقة الشرق المتوسط. وخلال استقبال الملا رئيس شركة شيفرون العالمية، شدد الملا على أن مصر تولي أهمية قصوى لإنتاج التصنيع والبنية التحتية المتطورة. من جانبه أكد رئيس شيفرون أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في مصر سواء في مجال البحث والاستكشاف أو في مجال تصنيع الزيوت ووقود السفن، وتستهدف توسعة دائرة المستهلكين لمنتجاتها داخل وخارج مصر. تتنافس كافة دول العالم في الحصول على المعادن الأرضية النادرة، لذلك تسعى كافة الدول إلى الاهتمام بها، خاصة وأنها تلعب دورا كبيرا في أمن الطاقة. وستزداد الحاجة إلى هذه العناصر الأرضية النادرة من 5 إلى 6 أضعاف، وذلك بحلول عام 2030، ونحو 7 أضعاف بحلول العام 2050. في ظل حالة التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى في النظام العالمي، تسعى دول العالم إلى الاهتمام بالمعادن النادرة، خاصة وأنها تلعب دورا حاسما في أمن الطاقة واستدامتها. النيوديوم والبراسيديوم يعدان من أكثر العناصر الأرضية النادرة الخفيفة الضرورية في منتجات مثل المحركات والتوربينات والأجهزة الطبية، وتلك العناصر قد ازداد الطلب عليها في السنوات الأخيرة مع نمو التكنولوجيا، وسوف يستمر في الصعود وسط السباق المستمر في مجال صناعة السيارات الكهربائية. ونظرا لأن العالم يستثمر بكثافة في الاقتصاد الرقمي والتحول إلى الأخضر، فإن الحاجة إلى هذه العناصر الأرضية النادرة ستزداد من 5 إلى 6 أضعاف بحلول عام 2030 ونحو 7 أضعاف بحلول عام 2050 وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية والبنك الدولي. الصين تعد أكبر منتج للمعادن الأرضية النادرة في العالم، وذلك وفقاً لتقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء. يستنتج نحو 61% من الإنتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة، أي ما يعادل نحو 168 ألف طن من إجمالي الإنتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة البالغ 277.1 ألف طن، في حين تنتج الولايات المتحدة وبورما وأستراليا وتايلاند معاً ما يقرب
من 35% من الإنتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة. الاهتمام العالمي بالبحث عن المعادن الأرضية النادرة يمثل فرصة كبيرة لدول القارة الأفريقية، خاصة في ظل ما تتمتع به هذه الدول من ثروات ومعادن أرضية نادرة، وعليه يمكن للدول الأفريقية الاستفادة من تسارع الجهود العالمية للبحث عن العناصر الأرضية النادرة لجلب الإيرادات إليها لتمويل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأساسية والحد من الفقر واستخدام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز الشراكات التجارية الأفريقية والعالمية. ونتحول مشاهدينا إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، وذلك بعد تقليص خسائرها في التعاملات المبكرة من الجلسة، فيما تنتظر الأسواق وضوح التحركات التالية في سياسة إنتاج النفط لدى أوبك وحلفائها بعد رسائل متضاربة جعلت من الصعب التنبؤ بنتائج اجتماعهم المقبل. ارتفعت العقود الأجلة الخام برنت بنسبة بلغت 1.8% لتصل إلى 77 دولار وأقل من سنت واحد للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.36% لتصل إلى 72 دولار 81 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.38% لتصل إلى دولارين 2.36 سنتا للتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 3.77% مسجلة دولارين 2.22 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انطلق منتدى تشونغ كوانتون في بكين بمشاركة أكثر من 80 دولة بالإضافة إلى نحو 200 منظمة دولية. قال نائب رئيس مجلس الدولة الصينية إن الرئيس شي جين بانغ يرى أن الابتكار العلمي والتكنولوجي والتعاون الدولي أمرين لهما أهمية كبيرة. بمشاركة أكثر من 80 دولة بالإضافة إلى ما يقرب من 200 منظمة دولية، انطلق منتدى شوان كونسون في مركز المعارض ببكين تحت عنوان تعاون مفتوح من أجل مصير مشترك. تمت فيه استضافة المنتدى بشكل مشترك من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ولجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة والأكاديمية الصينية للعلوم، بالإضافة إلى الأكاديمية الصينية للهندسة والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وحكومة بلدية بكين. نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حضر مراسم الافتتاح وألقى كلمة قال فيها إن خطاب التهنئة يعكس تماما أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعد الابتكار العلمي والتكنولوجيا والتعاون الدولي أمرين لهما أهمية كبرى، وشدد على أن الصين ستسرع في تنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار لتوفير دعم قوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة في البلاد. منطقة تشونغ كوانسون تأسست في عام 1988 في شمال غربي بكين، وتضم مجموعات من الجامعات والمعاهد البحثية، وهي أول منطقة وطنية للتنمية الصناعية عالية التقنية في الصين وتعرف باسم وادي السيليكون الصيني. كما تأسس المنتدى باسم هذه المنطقة الصينية في عام 2007 وتطور إلى منصة للابتكار المفتوح على المستوى الوطني والمنتدى الدولي. ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام التعاملات مع صعود أسعار النفط عقب إحراز تقدم في محادثات خاصة برفع سقف الدين الحكومي بالولايات المتحدة. ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي بنسبة بلغت 0.6% ليقطع سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، بينما ربح المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة بلغت 0.4% منهيا سلسلة خسائر استمرت لثلاث جلسات. ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح مدعومة بتقدم المفاوضات المتعلقة برفع سقف الاقتراض للحكومة الأمريكية، غير أن بيانات أشارت إلى تضخم أعلى قليلا من المتوقع حد من المكاسب. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بلغت 0.9%، فيما زاد المؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة بلغت 0.12 أو 0.12%، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة بلغت 0.30%.
مشاهدينا نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى الزملاء إيمان ومحمد، فإليكم. شكرا رجائي.